وده دور الاهلي يا جماعه في خلق الشخصيه. مانويل جوزيه سر نجاحه الحقيقي انه قدر يحول هذه التروس المهمه جدا اصحاب المهارات والمواهب الكبيره، بصمه الاهلي ظهرت عليهم من خلال قدرته انه ازاي يدمج دول كلهم في روح الفريق، ازاي يعظم فكره الفريق هو النجم. لا فلان يبقى هو النجم ولا علان يبقى هو النجم، لا الفريق هو النجم. قدرة الأهلي على إن هو يقدر يدمج هذه المواهب اللي ضمها هذا الجيل في التيم ورك واحد، في فريق العمل الواحد، وكل واحد منهم ينكر ذاته لمصلحة الفريق، ده اللي حقق النجاح. فقدرة النادي على إنه يصنع شخصية اللاعب دي مسألة مهمة، لكن إيه كمان في خلق الشخصية؟ إنك أنت تبقى منضبط. لا مين مسؤول؟ لانه انا بتكلم كمان عن صياغه المناخ. لا ما هو دلوقتي في حاجه مهمه بقى جدا بقت دخلت جديد. لو اللاعب خفيف ودنه مع الجماهير اللي هيعمل شخصيته الجمهور. ايوه. هيقدم للجمهور ما يطلبه. وحوالينا نماذج كده. لا تقدم شيء ولكن بتتحول الى نجوم. سايبه نفسها للجمهور. هي للشارع. هي نجوم عند الجماهير لان بتدي لها حاجه ثانيه الجمهور بيحبها. ربما ترقيصة. أيوة. ربما تعليق، وحتى المعلقين ده برافو عليك والله، لان المعلقين يا جماعه في حاجات سلبيه اقول لك واحده من اللي بتعجب الجمهور رغم انها ممكن ما تخدمش الفريق، بس ده ترجمه لحته انه اللعب السلبي وتعطيل اللعب بالترقيصة هو ده اللي بيعجب الجمهور، فاللاعب بيعمل اللي بيعجب الجمهور. على الرغم الحقيقه بقى ان الجمهور دلوقتي ايه اللي بيعجبه؟ الاداء الجماعي الايجابي، الالتزام، اللعيب الملتزم، تاثيره على الفرقه. هو انت تعالى بلاش نتكلم على الاهلي، نتكلم على الزمالك. هو مين اهم لعيب دلوقتي عند الزمالك؟ مش طارق حامد؟ هل ده هل هو من ناحيه جماليه امهر لعيب؟ لا مش الممتع، لكن اخلص لعيب. قوي وبيعمل بيديلهم اللي هم عايزينه لدرجه ان طاغت على اسلوبه. هو عارف انه دلوقتي نجاح ومرتبط بالقوه احيانا يفرط فيها، ولكنه مخلص وبيؤدي ريجلر ملتزم منتظم هو عند الجمهور كده. في غيره ممكن بسلوك تاني يوصل للجمهور، لكن ما عايش في الملعب ما تلاقيلوش تاثير. انا بدي النموذج ده مش هو النموذج الوحيد. النادي الاهلي بقى الفريق مش عايز مناقشه انه الفريق، وكل تشوف فايلر يقول لك الفريق، موسيماني يقول لك الفريق. الاعلام عنده جزء من المسؤوليه طبعاً. على بناء الشخصيه طبعا. انت بتحتفي بايه؟ احتفي. أيوة. بالايجابيات. ايوه. ما تحتفيش بالشخص الذي يعبر عن نفسه. الشخص الاناني ده سيبك منه، الانويه تؤدي الى الفشل. لكن هو النهارده اقول لك حاجه، لازم كيروش يحيي على حاجه، ازاي حافظ على ان الفريق يبقى متلاحم كده؟ ازاي يحافظ ان الشناوي اول ما يطلع اول واحد يجري عليه ابو جبل ويطمئن عليه؟ ازاي الشناوي يبقى متلهف على نجاح ابو جبل ان يصد ضربه الجزاء ويعلم ان البساط ممكن او الكاميرا تتسرق منه؟ ازاي كل لعيبه المنتخب عايشين هذه اللحمه مع بعضينا؟ ده نجاح للجهاز الفني ونجاح للمعنى اللي بنقوله، ونجاح لكابتن الفريق انه ينقل هذه الحاله الجماعيه، ونجاح للمخرج ان يوريك الشناوي وابو جبل في اللقطه اللي انت بتقول عليها. طبعا مؤكد. مش بس دي انت يعني احنا هنشوف لقطات كتير جدا. في فيديو ليها وهم بيتكلموا، حتى كل واحد فيهم بيتكلم. الشناوي بيحيي ابو جبل جدا ومشي بيه على الارض مصاب، وابو جبل بيقول لك انا نفسي الشناوي بسرعه يرجع ان شاء الله. نشوفها. بصراحه ابو جبل كان الدخول بعد ما شال كره مباراه الكوت ديفوار، اكيد يمكن انا متعود منه على كده، كان قبل كده حصلت في مباراه ليبيا، لكن طبعا بقول له الف سلامه وان شاء الله يرجع لنا قريب باذن الله. خليك معايا لانه انا كنت بتابع الشناوي، كان هو كان بيسجد وبيرتجف في ركلات الترجيح، كانت صعبة محمد. لا الأخيرة طبعا، أنا طبعا بشكر أبو جبل وبشكر الكابتن عصام الحضري، وبتكلم وبشكر صبحي وجاد
طبعا كانت صعبه اكيد. انا بس اشكر بس دي اهم حاجه اللي احنا انا بس عايز اوصل رساله بس يا جماعه، احنا الجمهور والناس الشعب المصري كله احنا بنلعب باسم منتخب مصر. اي حد يكون في الملعب هو بيأدي وبيعمل اللي عليه، احنا ما بنيجي بنلعب باسم تيشيرت منتخب مصر كله، اي حد هيكون موجود هينفذ ويعمل اللي عليه، احنا كلنا اخوات. الناس لازم تفهم الكلام ده كويس. طبعا انا كنت بسجد عشان دي اخر ضربه جزاء صلاح، طبعا بشكر ربنا وبقول يا رب ان شاء الله اللي احنا جه جون عشان احنا نصعد. الحمد لله صعدنا، اهم حاجه تكون نيتك صافيه وكلنا صافيين مع بعض، دي اهم حاجه. احنا بنيجي منتخب مصر بننسى كل حاجه، ده اهم حاجه. اهم حاجه العمل الجماعي. استاذ ابراهيم، هو احنا 73 هو احنا عبرنا ازاي بكلمه واحده وحدتنا الله اكبر وكله بيغطي بعضه وكله بيدافع عن بعضه، ايوه، وكله في ظهر بعضه، كل واحد عامل دوره عشان غيره كمله. لو ما عملتش دورك هتفشل اللي بعديك. هذا هو العمل الجماعي يا جماعه. فالنهارده هذا المعنى لما يبقى عايش جوانا مؤكد هيسفر عن النجاح. يا رب هذه عناصر النجاح تستمر ونتخطى المغرب ونوصل لابعد نقطه عشان باذن الله خط المغرب نوصل للعشاء ان شاء الله.